السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطابخكم. اليوم إن شاء الله غادي نصيبو إن كلاس بهذا لاموس. هاد أنا نصيب بالشوكولا. هو ديجا اللي مبتدئة اللي ما كيعرفوش يصاوبوه، غادي نشوفو الطريقة ديالو. غادي نديروه إن شاء الله في هاد المول كيف كيبان لكم. هاد المول ديال بحال هكا، هادو اللي غادي ندير في هاد الكلاص. غادي نحتاجو لهاد الموس. خديت هذه ديال ايديال، وغادي خديت معاه ربع لتر ديال الحليب يكون بارد، وطانيت ديال الشوكولا. هذه دي بشوكولا، غادي ديرها بالشوكولا. ممكن تاخذوا ديال الفانيو وتنكهوها نتوما، تاخذوا ديال لاموس بالفانيو وتنكهوها بهذاك الشيء اللي بغيتوا. نبدا على بركه الله. هذا راه كنديره في الثلاجه يكون بارد، من الاحسن يكون شي اناء بحال هكا ديال الحديد يكون بارد. غادي ندير هاد الشاسيه كامله. هو راه فيه السكر، نضيفو معاه غير هاد الحليب، ربع لتر ديال الحليب. غادي نطربوه مزيان، عاد غادي نضيف ليه هاد الطانيط ديال الشوكولا. ها هو درتو باش يبدا يطرب. كنبداو بالمستويات من كنبداو من الاول الثاني، وكنغادي حنا كنطلعو من جوج كنزيدو. هاو بليكم طلع كيف ما كتلاحظوا، تضاعف الحجم ديالو. دابا غادي هاو كيف كيبان لكم عاقد وشد في راسو. دابا غادي نضيفو داك دانيت او ياغورت بنكهة الشوكولا. غادي نضيفو هذا، كيبقى اختياري غير باش يزيد يركز لينا هاد النكهه. صافي ونعاود نطرب ومن بعد نتلاقاو. ها هو بعد كيف ما كتلاحظوا جا شاد فراسو. صافي دابا غادي ندير نقلبو في داك الاناء. هاد الاناء هاد المول غادي ندير ليه بلاستيك باش يسهل عليا من بغي نزولو. ديرو فيلم اليمونتير ولا انا درت ليه هاد البلاستيك كيف ما كيتشاهدوا. دابا غادي نصبو في داك الاناء هاد المول، حاولوا نقادوه. نحاول نقادو ليه الوجه، نديرو بحال هكا. باش لي كان شي هواء لداخل يجي مقاد. صافي كيف ما كتلاحظوا دابا غادي نقلب عليه هادي بلاستيك، وغادي ندخلو المجمد حتى يشد فراسو على الاقل واحد 6 ديال السوايع، غادي يكون عندنا جاهز. من بعد من بغا نقدمو غادي نزينو ان شاء الله. فهاد الاثناء غادي نخليكم، وغادي يبقى لي انا هذا غادي نديرو في شي كؤوس ولا نديرو في شي هذا ونخليه للوقت اللي بغيتو ولا غادي نلقاه. دابا هادشي اللي بقى ليا، اما اللي بغيت نديرو في الكؤوس ونقدمو. دابا انا غادي نديرو في هاد البواط، غادي نخوي فيها ونديرو بحال دي بول من بغيه دي بول، ونديرهم في كيس كؤوس ونقدموهم ديك الساعه بالصحه والراحه. هذا اللي بغيت نضيف ليه داك الرقائق ديال الشوكولا، ممكن نضيفهم ونخلطهم مزيان باش من بغونا
نهزو شي بول ونديرو في هذا، نلقاو فيه هاد البيف دو شوكولا. صافي غادي نخلطو مزيان بحال هكا صافي ونديرو في المجمد. هاو الكلاص ديالي بعد ما خرجته من الكونجيلاتور، راه قساح ودوبت الشكلاط وزينت من الفوق بخطوط ديال الشكلاط اسود. التزيين كيبقى لكم اختياري، وضفت ليه انا حبيبات ديال الفانيد من الفوق، راه كيتبعد مستلزمات الحلويات، وشويه ديال كاوكاو. كيف قلت لكم هذا الشيء كيبقى اختياري، ونتمنى هذه العراضه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وشكرا. الى الوصفه القادمه ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.